اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. عايزه اقول لحضراتكم ان كل الناس اللي حواليكم او تعرفوهم في حياتكم بيخافوا من حاجه اسمها ريجكشن او الرفض. طيب الرفض من ايه؟ الرفض من المجتمع، الرفض من اشخاص، الرفض من شريك حياه، الرفض من وظيفه. الليفلز بقى او مستويات الخوف من الرفض بتختلف من كل واحد فينا للتاني. طيب اسباب الرفض بتبقى ايه؟ ممكن تترفض علشان اسلوبك او علشان شخصيتك او علشان معتقداتك او انتماءاتك، حاجات كتيرة جدا. بس ممكن تترفض علشان شكلك او ما تتجوزيش علشان شكلك، علشان وزنك. احنا قبل كده اتكلمنا على موضوع مرض السمنة المفرطة وقسمناهم لمجموعتين. قلنا اول مجموعة الناس اللي الموضوع عندها لايف ستايل، طريقة حياة، هم بياكلوا وجبات سريعة وجانك فود وطريقة حياتهم أدت إن هم يبقى عندهم سمنة مفرطة أو وزن زيادة بشكل مرضي. طيب الجروب التاني، الجروب التاني الموضوع مش في إيده، يعني ميقدرش يعمل عليه كنترول. يعني العيلة كلها هو متوارث موضوع التخن، العيلة كلها عندها الداء ده، الموضوع عنده جيناتك أو وراثي ميقدرش يتحكم فيه. طيب الموضوع ساعتها بيبقى بيرسونال جدا وشخصي جدا، لان انت بتتكلم في شكل ظاهري. طب هل في حل للمجموعتين؟ في حل للمجموعتين ويناسب الشريحه الكبرى من مرضى السمنه المفرطه، وهي عمليه تكميم المعده. طب هل تكميم المعده تنفع مع كل الناس؟ يعني انا لو عندي مثلا مرض السكر، عندي مرض مزمن، عندي ايا كان، هتنفع معايا ولا لا؟ طب انا دلوقتي لو احنا من الناس اللي في الجروب الاولاني وطريقه حياتنا كده، لما ارجع اكل تاني هرجع تاني في الوزن ولا لا؟ كل دي اسئله اكيد في اذهان حضراتكم، هنرد عليها النهارده وعاملين لها سيجمنت كامله. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفي اللي منورني النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور احمد سفينه، استشاري ومدرس جراحات السمنه بالقصر العيني، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه IFSO. اهلا بيك دكتور احمد ومنور شاشه اكسترا نيوز. اول حاجه دكتور احمد، معظم الناس اول حاجه بتيجي في دماغهم لما بنيجي نتكلم على تكميم المعده يقولوا انا ليه استأصل جزء من المعده اللي ربنا خلقها لي الجميله بشكلها الطبيعي بوظيفتها الطبيعيه؟ انا اكيد لما استأصل جزء منها ده هيأثر عليا صحيا. المعتقد ده صح ولا غلط؟ لا، المعتقد ده غلط، لان هو احنا في القرن 21 السمنه المفرطه اصبحت مرض، ما اصبحتش ان هي زياده في الوزن، لان هي بتكون مرتبطه بامراض كتير جدا. اكتر من 52 مرض. هنقلل حجم المعده، مش هنشيل المعده كلها. اوكي. فاوريدي هيحصل وظيفه المعده على المدى القريب هتاثر شويه، بس على المدى البعيد مش هيحصل مشكله، لان المعده هتقوم بنفس وظيفتها بس اقل في الحجم شويه بما يحتاجه الجسم، فما فيش مشكله ان احنا يعني ممكن نقول ان احنا بنشيل الجزء المرضي. والجزء الزايد شويه، يعني مثلا حد بياكل كتير جدا، هو بيت طعام، ف هنصغر حجم المعدة او هنقلل حجم المعدة، ففي الوقت ده انت هتاكل الكمية المطلوبة لجسمك. وما نقص في اول سنة بنكمله، وبعد كده بترجع طبيعي خالص، بتاكل وجبات قليلة المفروض ناكلها، المفروض اللي هي على قد الجسم المثالي، وبعد كده الزيادة خلاص. طب دكتور احمد، احنا دايما بنقول اول ستيب واول خطوة واهم خطوة هي التشخيص، البيشنت سيلكشن او اختيار المريض المناسب للعملية المناسبة عامة في جراحات السمنة. بنقول بقى دايما تكميم وتحويل، انا عايز اعرف مين البيشنت او المريض اللي ما ينفعلوش غير تكميم المعدة. المريض اللي ما ينفعلوش غير تكميم المعدة اللي هو المريض اللي بياكل وجبات كتير جدا، او اللي هو الشره في الاكل، كميات. هذا المريض هيستفيد جدا من العمليه، او المريض اللي هو جرب يعمل نظام غذائي وبينزل بصوره كويسه بس ما عندوش الثبات. فلما هيعمل تكميم معده، لا، التكميم هيضيف له قصه الثبات، ان انت بتنزل بالدايت بس للاسف ما بتقدرش تثبت، فهذا المريض هو المناسب ليه عمليه تكميم معده. طب هو لو مثلا عنده ارتجاع في المريء، عنده مثلا سويت ايتر، بياكل شوكليتس كتيره وبياكل حلويات كتيره، دي تنفع له ولا لا؟ لا ما تنفعلوش طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا تكميم المعده بتكون مرتبطه او في جزء منها احدى المضاعفات بتاعتها انها بتزود الضغط جوه المعده، جوه الانبوبه. فالانبوبه لما زيد ضغط جواها فهتعمل ارتجاع اصلا لحمض المعده على المريض، فهتسوق المشكله. دي حاجه. المريض الثاني اللي هو بياكل سويت ايتر او بياكل حلويات اكتر، فاحنا ما ضفناهوش حاجه جديده، هو اوريدي هياكل حلويات، اوريدي هياكل سعرات عاليه، يعني هو هيملى الجزء الصغير المتبقي بحلويات، سعرات حراريه عاليه. لازم نعمل عمليه ثانيه زي تحويل مسار، او نعمل سليب بلس او تكميم زائد زي ساسي. فهيحصل نضيف له اليمنت او عنصر سوء امتصاص، ففي الوقت ده هيستفيد. لازم المريض يعمل تكميم بلس مش تكميم. يعني ده اللي هو المعدل بقى. المعدل. طب انا عايز اعرف بقى العمليه بتتم ازاي؟ الكلاسيك التقليديه، التكميم العاديه. التكميم العاديه اول حاجه في الاول بس لازم تكون العيان ده مناسب له تكميم معده. أوكي. لازم يكون جرب دايت وخلاص لمده سنه،
وبعد كده تكميم المعده بيكون استئصال طولي بالمعده، ان انا بسلك المعده من بره بجهاز الكي، وبعد كده بدخل مقاس معين حسب كل مريض بيحتاج قد ايه وعاوز ينزل قد ايه وسنه كام معايا، فبقص على المعده بالطول حوالي من 75 ل 80% من حجم المعده حسب اللي ربنا خلقها. في معده ربنا خلقها عريضه قوي، في معده ربنا خلقها طويله، لكل عيان او طريقه القص تختلف من مريض لمريض جوه العمليات. اوكي، مش كلاسيك، مش كل عيان الموضوع مش اسطمبه لكل المرضى. اسطمبه ده كان من سنتين، لا دلوقتي مع الابحاث الجديده والحاجات اللي ظهرت، لا كل مريض بيختلف من مريض، بيختلف من سن العيان، من هو وظيفته، من هو عاوز ينزل قد ايه، لا بتختلف طبعا. يعني الكونسلتيشن اللي في الاول او ان انا اقعد مع المريض اساله بقى عن طريقه حياته وطريقه اكله، كل ده مهم جدا، مهم جداً في خلال العمليه ونتائج العمليه. بالظبط، الاسسمنت اللي قبل العمليه. الاسسمنت، طيب التقييم يعني. طيب في ناس كتيره بقى يا دكتور هتقول طب ما انا خايفه من جزئيه التسريب اللي في ناس كتيره بتتكلم عليها، هل اللي حصل جديد او تطورات او التكميم المعدل اللي احنا بنتكلم عليه امن الجزئيه دي ولا لا؟ اول حاجه عشان نتفادى قصه التسريب لازم المريض يبقى في المريض فاهم جدا ان التسريب دي مضاعفه موجوده، تمام. تاني حاجه اللي هو تعمل شغلك صح، ان انت هتعمل اختبار تسريب جوه العمليات، هتستخدم الادوات اللي هتستخدمها تكون كلها ادوات حديثه، التكنولوجي الجديد اللي في الدباسات الذكيه اللي ظهرت مع الخبره جوه العمليات، ان انت هتاخد انهي غيار، الاخضر او الازرق او حتى لو اخترت الابيض، ان انت كمان تامن خط الدبابيس بصف تاني من الغرز. هما بيبقوا ثلاثه بارلل لبعض، ثلاثه بارلل لبعض. ممكن كمان تامنها كمان بانفاجينيشن الخيط مع اختبار التسريب مع المتابعه الاوليه للمريض، اول على الاقل اول 15 يوم يجي لك زيارتين تتاكد ان الدنيا كويسه، مع ان انت تنبه عليه ان هو لازم يمشي بالتعليمات من قبل العمليه. ما تفاجئش المريض بعد العمليه ان هو لا ده انت هتاخد اسبوعين سوائل وبعد كده اسبوعين، لا من قبل العمليه العيان يبقى فاهم ان هو هيمشي على نظام معين وشرح على نظام معين غذائي لازم يلتزم بيه كارشادات ما بعد العمليه، ما يحصلوش سايكيك تروما ان هو يجي بعد العمليه لا ده انا سوائل اسبوعين لا ده انا في صدمه. طيب اول حاجه دي بقى العمليه او البروسيس بتتم ازاي؟ اشرح لنا بقى يا دكتور. بالظبط، ده المريء اللي هو بالطول وبعد كده المعده. تمام، اول حاجه بسلك الجزء الخارجي من المعده، شايفين المعده طبعا كبيره جدا، ممكن تستوعب حتى اب تو 2 ل 5 لتر. اوكي، اللي في نهايه المعده الضيق ده اللي هو الانتروم او بوابه المعده. بوابه المعده دي اتعمل عليها ابحاث كتير جدا، اللي هي هقص قد ايه من بوابه المعده، هو اللوجيك بيبتدينا نقص من 3 ل 5 سم. في ساعات مريض نقص اكتر شويه، ننزل ل 2 سم وساعات لزيرو، تمام، وساعات نبعد شويه لو العند عنده الانتروم ده واسع شويه او بوابه المعده واسعه عشان ما يحصلوش دامبنج او متلازمه تكميم. وبعد كده بقص بالطول، ولازم الجزء اللي هو قبه المعده اللي فوق تتقص تتسلك كلها كويس مع المحافظه على الشرايين اللي هي بتغذي الجزء العلوي عشان ما يحصلش تسريب متاخر. اوكي، تمام. فطبعا شكل المعده بتكون زي الموزه، سلسه في الحركه. اوكي، لازم لو في بعد ما خلصت العمليه لو حسيت ان في تويست او لفه المعده لازم ارجع اثبت المعده تاني. والابحاث الجديده كلها بتقول كده ان انا لازم اثبت المعده بمنديل البطن او اثبتها في غشاء او كبسول البنكرياس او الغلاف البنكرياس، عشان لما العيان يشرب حاجه او يشرب بسرعه ما يحصلش المعده تلف ويقعد يرجع والم باستمرار. دي جزئيه الترجيع اللي دايما بيتكلموا فيها دكتور احمد. في ناس يقولوا انا لما عملت عمليه من العمليات اللي انتوا بتقولوا عليها دي قعدت ارجع بقى. حل الترجيع مع التكميم حاجتين، ده بيكون تكنيكال. اول حاجه المعده ربنا خلقها بلفه. اوكي، على الحرف الاصغر. تمام، فانت لما تيجي في تاني غيار لو انت ضيقت في تاني غيار فانت عملت حته ضيقه في نص المعده، فالعين هيشرب شويه ويروح مرجع تاني. تمام، اما لو احنا في تاني غيار اخدناها مثلا من الشمال او وسعنا فيه شويه مش هتفرق في نزول وزن. فالمريض هتكون مسار الشرب بتاعه هيبقى سلس جدا. تمام. طب دكتور احمد، دايما بقى يعني بعد جزئيه الترجيع وبعد كل الكلام ده دايما بنقول ان تحويل المسار هي المعيار الذهبي لجراحات السمنه، ليه بقى؟ طبعا ولو ان التكميم بنقول ان هو بيناسب الشريحه الاكبر لمرضى السمنه المفرطه، علشان بتقدر العمليه تتحكم في نفسها، يعني هي اللي بتعمل كنترول على المريض على كميه الاكل اللي بيستهلكها. طب تكميم المعده لو انا دلوقتي عملته وعايزه ضمان ان انا ما ارجعش اتخن تاني، بيبقى ايه الضمان؟ الضمان انت خدت هتقعد لمده سنه ماشي على نظام دايت او نظام اكل معين او سواء مع ممارسه الرياضه، فانت عملت لايف ستايل تشينج، غيرت حياتك. فكمل على الحاجات دي. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ابعد عن السكريات، حاول تقلل السكريات. لو احنا قللنا السكريات مع تنظيم الاكل مع تنظيم الوجبات مع المتابعه الدوريه مع الطبيب، عمرك ما ترجع في الوزن تاني. مش هيرجع تاني. هو طبعا في نسبه فيلير او فشل معايا، لان بس دي بتبقى نسبه بسيطه في اي عمليه في الدنيا. لو التزمت
انت خلاص اللي بيتعود على حاجه 40 يوم بيكمل معاك، فانت هتقعد سنه فاكيد هتتعود يعني. طب انا دلوقتي لو بحضر مريض عنده السكر بيختلف من البيشنت العادي او المريض العادي في ايه؟ يختلف طبعا. اول حاجه من قبل العمليه لازم الاول هتفهمه ان ان شاء الله السكر ده باذن الله هيختفي، هيحتاج متابعه. اول حاجه النظام الاكل قبل العمليه احاول اظبط له السكر ما يخش العمليات وسكره عالي عشان ما يخش في غيبوبه. بعد العمليه لازم يتابع مع اللي هو باقي التيم اللي هو طبيب البطن او السكر، عشان هو في ساعات السكر بيختفي من وانس انه خرج من على تربيزه العمليات. ده في التحويل بس ولا التحويل والتكميم؟ التكميم الاثنين. السكر المريض بيشفى منه او على الاقل بيقل ادويه من انسولين لاقراص او من اقراص لتغذيه او بيوقف علاج خالص بنسبه من 70 ل 75% مع التكميم. التحويل اعلى شويه من 80 ل 90% فالنسبه قريبه جدا. اما التحويل افضل في الضغط والدهون الثلاثيه اللي هو تحويل المسار. فطبعا مريض السكر بيحتاج عنايه ولازم تبقى عينك عليه اول شهر لان هو هيقعد السكر يعلى وينزل لحد ما ايه، يا اما يختفي يا اما بتقلل الجرعه يا اما بتحول انسولين لاقراص يا اما الاقراص بنظام بتبقى تدريجيا يعني الموضوع بيبقى تدريجي. بالظبط. طب في كيس كتير يا دكتور يعني انا شفت ماتيريال معانا قبل الهوا بتفرج عليها الناس اتحولت، يعني انا شايف في البيفور اند افتر شخصيات جديده، حتى في وقفتهم في طريقه مثلا وقفتهم بتبقى باينه ان في ثقه بالنفس. بالزبط. الحاجه الكومن او العنصر الاساسي ما بين الكيسز دي او المرضى اللي احنا بنشوفهم دلوقتي زي اول كيس معانا، ايه العنصر المشترك في طريقه كلامهم مع حضرتك؟ العنصر المشترك ان هي اختلفت، يعني مثلا 160 كيلو اصبحت دلوقتي بتتكلم في 85 كيلو. شخص تاني وهي مثلا طويله 185 سنتي فاصبحت هي خلاص موديل. تمام. ساعات العينين دول بعد العمليه بيجي لهم زي يعني مش مصدق نفسه من الصدمه. فعلا في ناس كتير قوي من الناس اللي هي كان وزنها زايد كان يعني تتخطب بيبقوا خايفين من جزئيه الرفض يا دكتور احمد، ان المجتمع بقى والتعليقات السخيفه ومش عارفه تتجوز وكل الكلام ده. بالظبط كده. دي تاني حاله، دي برضه كانت 125 كيلو دلوقتي تتكلم في 65 كيلو. اوكي. فظيع على سنه ونص ومنتين. هي خلاص هي الوزن وصل للمثالي عمرها ما هترجع تاني، عمرها تفكر ترجع تاني او ترجع تاكل زي الاول او تزود في الاكل، لا هي بتظبط قبلها على كده. تمام. الحاله دي بقى نزلت قد ايه يا دكتور؟ دي كانت تقريبا 137 دلوقتي بتتكلم في 75 كيلو. وزن مثالي. تمام. اكتر من سنه وشهرين او سنه واربع شهور. والاساسي ليهم كلهم ان احنا بنقول لهم لازم اللايف ستايل كله لازم يتغير. وارشادات معينه لازم يلتزموا بيها. بالظبط كده. انت شرفتني النهارده وللحديث بقيه ان شاء الله ونورتني وبشكرك لوقتك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بشكر دكتور احمد سفينه استشاري ومدرس جراحات السمنه بالقصر العيني عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه IFSO. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد نورتني. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.